السلام عليكم، مرحبا بكم، معكم عدنان التعليم. كنتمنى تكون في صحة جيدة. كما قلنا، هذه الفقرة هي عبارة على كلمة وشنو كتعني باللغة العربية بالمدلول ديالها في كل مادة. فبديت بأول فيديو اللي هو ميكرو ايكونوميك، غنشرح لكم كل كلمة من الكلمات العشرة اللي مكتوبين شنو كيعنيو بالعربية. دونك لو ميكرو ايكونوميك يعني هو الاقتصاد الجزئي. طبعا الاقتصاد الجزئي يتمحور حول سلوك المستهلك وسلوك المنتج. بالنسبة للمصطلح الثاني هو لو كونسوماتور. لو كونسوماتور هو المستهلك، والمستهلك عندنا لو كومبورتمون دو كونسوماتور كيسمى سلوك المستهلك. لي بيان هما السلع اي لي سيرفيس. متفقين؟ عندنا بيان هي السلعة و سيرفيس هي خدمة. الفرق ما بين شنو هي السلعة، دونك السلعة هي شي حاجة ملموسة يعني كنقيسوها، متفقين؟ اما سيرفيس شي حاجه ما كنقيسوهاش. مثلا الحاجه ديال بيان، باغ اكزومبل عندنا بيان مثلا بيسي بورتابل، مثلا تلفازه، مثلا بورت، يعني مثلا شي حاجه ملموس، يعني شي حاجه كنقيسوها. لا يعني مثلا الزبده، الزيت، كذا. سيرفيس هي شي حاجه ما ملموسهاش، صديق يعني كناخدوها ولكن ما كنلمسوهاش، بحال الانترنت، بحال مثلا الضوء، بحال الماء، يعني ما كنقيسوهاش بيدينا. لا غاسيوناليتي كتعني الرشاده، متفقين؟ الرشاده بالعربيه. لو غوفوني كيعني الدخل، متفقين؟ دوموند كيعني هو الطلب، وعندنا لوا دو دوموند كيعني قانون الطلب، متفقين؟ المصطلح الثامن هما لي بوزوان. لي بوزوان هما الحاجيات. المصطلح التاسع هو ماكسيميزي دو ساتيسفاكسيون، يعني كنحاولوا يعني نطلعوا من رغبه ديال الاشباع، متفقين؟ المصطلح العشرة هو البخي، طبعا هو معروف هو الثمن.